تتواجد كوادر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمتطوعيها المؤهلين والمدربين في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك لمساندة جهود وزارة الصحة وتقديم الخدمات اللازمة. بالفعل سهى، ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة يواصلون العطاء على الرغم من حرارة الأجواء في هذه الفترة، ويقدمون المساعدة لمراجعي مراكز التطعيم الراغبين في أخذ اللقاحات المضادة لكوفيد-19. لم تثنهم حرارة الشمس وظروف الطقس عن مواصلة عملهم بكل تفان وأخلاص. متطوعو جمعية الهلال الأحمر الكويتي يواصلون العطاء ومساندة وزارة الصحة في حملة التطعيم الكبيرة التي تقوم بها. ما هي غريبة عليهم بأنهم يتحملون حرارة الطقس ويتحملون الضغوطات الشديدة اللي في مركز التطعيم من أعداد كثيفة، قادرين أنه يعني أو مستمرين بالعطاء من شهر 12 لحد الآن بفريق الحمد لله متكاتف يؤدي الرسالة بمصداقية، وهي الرسالة الإنسانية التي أخذوها من آبائنا وأجدادنا وقرسوها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في نفوس المتطوعين والمتطوعات، والحمد لله قادرين أن نلبي نداء الواجب، نداء الإنسانية بالعطاء المستمر. متطوعون يضربون أروع الأمثلة في البذل في سبيل خدمة الآخرين دون مقابل، مفتخرين دائما بهذا العمل التطوعي الذي يقدمونه. نتعامل مع المراجعين أن احنا نوجههم، يجونا يسألونا وين القاعات، وين يقدرون يطعمون، فإحنا نوجههم لداخل وندخلهم حق وزارة الصحة. والله فخر لي أني أنا أخدم دولتي الكويت وأني أتطوع فيها وأساعد كل شخص يحتاج مساعدة، وكل شخص يدعي لي دعوة من كل قلبه أستانس. الدعوة اللي تحس من عندها من الإنسان يقول لك الله يعطيك العافية، والله يخليكم إن شاء الله ويخلي عيالكم، يعني شغلات هذه صراحة حنا نخجل من عندها يعني، وهذه فخر لنا صراحة. كل إنسان عنده وقت فاضي يطلع طاقته بهالعمل التطوعي هذا. دورنا هنا قاعد نخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الناس قاعد يطعم من الكويتيين أو المقيمين. يذكر أن أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة في مركز التطعيم بمشرف يتناوبون طيلة فترة العمل صباحا ومساء لتقديم يد العون والمساندة لكل من يحتاج لها. بكل الأوقات يتواجدون بهمة ونشاط، يعملون هدفهم دائما هو المساعدة والمساندة. هم باختصار متطوعو جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.